النهارده احنا هنعيش مع بعض في مطبخ الباب العالي مع الحلويات، هنعمل مع بعض قطايف هنحط فيها فوزدق والشربات نفسه احنا هنديله التكة اه بتاعت المطبخ الباب العالي، وبعد كده هنعمل مع بعض مهلبية بس بطريقة اه وبنكهة جديدة علينا. أهلا بيكم في حلقة جديدة في مطبخ 101، رمضان كريم كل سنة وأنتم طيبين. اه مين ما مين ما بيحبش القطايف؟ يرفع إيده. تمام. يعني كله بيحب القطايف القطايف احنا عاده احنا بنروح بنشتريه وبتاع ما بنوجعش دماغنا في في تخيل ان عجينه عجينه القطايف صعبه عجينه القطايف مش صعبه ولا حاجه عجينه القطايف عباره عن ركزوا معايا كوبايه دي سنه ملح جميل وشويه ميه وعليهم بيكنج باودر جميل لو ما لو عندكم دقيق بالخميره يبقى ملاش البيكنج باودر تمام لو في دقيق بالخميره مش لازم نحط البيكنج باودر كوبايه ميه كوبايه دقيق نص نص معلقه صغيره من البيكنج باودر وسنه ملح بس كده جميل دي دي بالخميره مع سنه الملح مع الميه ما بتاخدش سكر دي ما بتاخدش سكر خالص تمام؟ لان هي لو خدت سكر هتقلب دلوقتي كأننا احنا بنعمل ايه؟ بانكيك احنا مش عايزين نعمل بانكيك. القوام اللي احنا عايزينه يبقى تقيل شويه. القوام اللي احنا عايزينه قوام اتقل شويه اتقل شويه من الكريب بس اخف من عجينه البانكيك. جميل؟ مضرب سلك ويسك نضرب كويس جدا نعمل ايه؟ بعد كده ده بيتغطى بيتحط في حته دافيه جميل لغايه ما احنا نشوف المنظر كالاتي هنلاقي ان هي بدات تطلع رغاوي شويه والعجينه نفسها بتفك هي العجين نفسها بتفك وبت... وبتبقى ايه؟ ميه اكتر القوام بتاعها بيبقى أخ... بي... بيخف جميل؟ شايفين بقى الرغاويه اللي عليها؟ بنسيبه يخمر شويه المطلوب مننا ان احنا القطايف احنا عايزين ناحيه واحده تبقى محببه كده وفيها فيها بقليل والحاجات اللطيفه دي والناحيه الثانيه تبقى ايه لون البراون اللطيف لون الذهبي الخفيف جميل معلقه او في اله كده لطيفه كده بنوم منزلين عليها او ممكن ده يتحط في في بزازه مثلا لو عندكم سكويز بارل من اللي بقى من الكاتشب او المسترد او ايا كانت فضوها اغسلوها حطوا ده جواها وبعد كده خلاص بتشتغل على طول او باللوج اللطيف ناخد بقى شويه هنا طاسه تفال او طاسه ما ما مش ما بتلزقش جميل يعني حاجه بسيطه جدا جدا من الزيت حاجه بسيطه جدا كده ننزل النار هنا احنا بنتكلم نار عالي شويه تمام عكس الكراب او عكس البان كيك بالذات جميل بس وهنشوف بقى ان هي حت لازم هتبقى ليه عايزين نار عالي ان احنا عايزينه يستوي بسرعه احنا عايزينه يبقلل بسرعه لو النار عالي هيبقلل بسرعه لو النار واطي مش هيبقلل خالص جميل طيب بالنسبه بقى للشربات الشربات ادي كده لون شربات لون ذهبي لطيف جدا ده شربات معمول من العسل والميه عسل وميه جميل فبناخد بقى الشربات دي هاخد اكشي يلا خلينا كده الكم دول مثلا ايه ثلاث كوبايات شربات تقريبا يعني وانا هنا مجهز الزيت اللي احنا هنقلي فيه القطايف شايفين بقى بدأت تبقلل بقليل اللطيفة دي وما بتلزقش تمام جيبها على جنب خش على اللي بعده وهكذا طبعا الشكل يعني بيظبط أكتر وأكتر يعني لما بالذات لما تستخدموا البتاع اللي هي بتنزل العجين دي جميل بس المطلوب إن المنظر يطلع عامل إزاي طبعا أنا مجهز نفسي جميل عشان مش هتقعدوا تستنوا احنا هنا مكمرينها جامد عشان مغطينها عشان ما تنشفش جميل ده المنظر العجينه دي العجينه دي بيتحط انا بيتحط لها قرفه فبالتالي لما نيجي نحط عجينه على على آه آه سوري لما نيجي نحط قرفة على عجينه القطايف لا احنا عايزين التخمير بتاعه او البقاليل والحاجات اللطيفه بتاعته تيجي من ايه تيجي من البيكنج باودر ما تجيش من خميره خميرة مجرد ان هو يتعرض لمفعوله بتقل لما يكون في, 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 وجود القرفه مش كده بنستخدم البيكنج باودر او الضيق بالخميره دي ما فيهاش خميره الضيق بالخميره ما فيهاش خميره هي فيها بيكنج باودر بس دي نقطه تعرفوها لو استخدمتوا خميره من الخباز او كده وحطيته قرفه مش هتلاقوا ان ان هي خمرت كويس ودي برضو حاجه ان نفتكرها لما احنا كنا بنعمل مع بعض السينمون رولز برضو كنت بقول لكم نفس القصة. طيب هنا انا بسخن الشربات جميل وهنحط عليها شوية عصير ليمون عايزين نديله طعم وشوية شوية مية ورد جميل هنا عندنا نعناع فريش جميل ده هنقطعه برضو ون ونستخدمه انا عايز الشربات هنا يبقى سخن جميل انا مش عايز الشربات يبقى ايه ساقع انا عايزه يبقى سخن اه الريحه فظيعه ليه عشان ايه ينزل على طول من سخن لسخن يشرب على طول ويبقى الموضوع لطيف انا كده عاملين احجام في الكبار وفي صغيرين انا نفسي بحب الصغيرين سوري آه بحب الكبار انا عامه باكل القطايف ناي ساعات مش انا الوحيد اكيد في يعني يمكن 30% من الشعب المصري بياكلوا القطايف ناي ويتقال لهم ما ينفعش تاكلوا القطايف ناي عشان ده هيبوظ بطنكم ومش عارف ايه وكل الكلام كلنا سمعنا القصه دي جميل هنا بقى نعمل الحشو شويه فستق مجروشين مع الزبيب مع شويه عسل يا دوب حبه صغيرين ليه بحط عسل جوه عشان يربط لي بس يعمل لي ايه الـ يربط لي الـ الـ الحشو جوه يبقى لازق في بعضه شويه جميل بس نحشي الاستاذ ده ازاي خد البتاع اهو مهم قوي لما تيجوا تحشوا الغلطه اللي بتيجي في الحشو القطايف ان احنا بنحشيها بزياده حطوا حشو قليل يعني القطايف حطوا حشو قليل هو كده كده هيطلع مسكر ولما تيجوا بقى هتبتدوا تدوسوا عليها تسيبه كده مساحه عشان تقدروا تدوسوا عليها، ادي كده مره وبعد كده تمموا عليها الناحيه الثانيه، كأنها رافيولي بالظبط، كأننا بنعمل رافيولي. جميل؟ نقعد نتمم عليها بس وهكذا وهكذا وهكذا. جميل؟ هنا في زيت سخن هنبتدي نحط الايه؟ القطايف في الزيت، احنا عايزين نحمر لو ما تغطوش كويس ايه اللي بيحصل في القطايف؟ بتشقشق وبتفتح ما بتبقاش لطيفه. بس كده نشيل الاساتذه. خش جوه مع اخواتك. هنحس واحنا بنحرك بالمعلقه نحس ان هم بداوا يتقر... يبقى في قرمشه في الموضوع بداوا يبقى في كرانشينس في الموضوع جميل اي حاجه بتقلي معناها يعني ايه ان انا هطلع حاجه عشان اصفي عليها جميل ده كده سخن كده بما فيه الكفايه دي ده اللي احنا بندور عليها قدام بالظبط 30 ثانيه قبل ما انا ايه احضر اخر حاجه اللي هي النعناع ناخد نعناع يا دوب هيتفرم بالسكينه فريش نعناع فريش ما فيش نعناع فريش ما تستخدموش النعناع المجفف لو ما فيش نعناع فريش ما تستخدموش النعناع المجفف لان ساعتها النعناع مش هيديك المفعول المطلوب هنا المطلوب ان هو يدينا حاجه فريش كده يفوقنا بدل ما هو يلكمنا تمام انا عارف القطايف عامه ده بيتاكل بناخد واحده من دي مع كوبايه الشاي ونقضيها نوم لا ده كده ايه ناخد واحده نحس برده ان احنا خفاف ولطاف تعالى تعالى تعالى, تعالى. ادي كده انا بحب القطايف الجامبو دي تعالى تعالى, تعالى. جميل بس نزيد ده كده تمام هنيجي هنا وننزلهم على طول وهم سخنين في الشربات السخن جميل خليهم ايه يشربوا الميه الورد والليمون والكلام اللطيف اللي دخل جوه تمام أنا مثلا في في البيت إيه اللي بيحصل؟ والدتي لما بتيجي تعمل القطايف في البيت هي بتسيبهم في الشربات وإحنا وقت ما إحنا عايزين ناكل ونقوم شايلين من البتاع على طول وناكل وإيدينا تعسل كده وتلزق في بعض. أكيد يعني أنا ما أعتقدش إن الملوك كانوا بياكلوا بالطريقة دي. ولازم برده الحاجة تبقى موزونة، موزونة من ناحية إيه؟ يبقى في بالانس في الطبق. بمعنى ان لا يبقى مسكر قوي ولا يبقى عادم ما سكر خالص لا لازم يبقى ايه فيهم الاتنين واللطيف كمان ان ده دا ما دام شرب الشربات وهو سخن لما كمان يبرد هيبقى يقرمش اكتر واكتر تمام بس هنسيبهم دول في الشربات جميل شويه نعناع على الوش كده عشان ينطقوا يبقى فيه نعناع جاي في بقنا جميل ريحة النعناع، ريحة الموارد الاتنين مع بعض عاملين شغل جامد جدا جدا بس كده. ادي كده قطايف بالفستق مع الشربات المعموله من مية الورد آه والليمون والعسل. مكونات آه مكونات حلوه، مكونات فيها جوده، مكونات فيها طعم الـ الـ الارض اللي احنا عايشين فيها. طيب هنطلع فاصل لما من الفاصل هنعمل مع بعض الطبق الحلو التاني مهلبيه احنا عارفين مهلبية، لكن احنا هنزود له على المهلبيه شويه حاجات بقى اللي موجوده في الموسم نشوفكم كمان شويه رجعنا يعني من الفاصل مع تعديل وحيد فقط انا قعدت اشاور عقلي كده هل ده كان احسن تقديم للطبق قلت لا يا وسام ما ينفعش لقينا طبق كده لطيف فانا عشان كده ايه حطيتهم في طبق مختلف رصين كده جنب بعض باينين اللي هو يعني الطبق بيقول لك اتفضل كل حلوة. آه، العجينه طبعا طالعه لونها بني احنا متعود ايه يعني احنا في حد ممكن يتفرج يقول لك لا طب ده المفروض يبقى طالع لون مثلا لون الخشبه دي يعني حاجه في الـ في, الـ في اللون البني ده خلي بالكوا العجينه كانت فيها قرفه هيخلي لون اللون العجينه نفسها تبقى بني تبقى غامقه شويه تمام وبعدين صراحه مش باللون هو بالطعم وكأرمشه وكميه سكر فيها وكل الكلام ده هايله جدا. نعمل مع بعض مهلبيه 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 مهلبيه، مهلبيه عباره عن شويه نشا شويه فانيليا شويه سكر شويه لبن، آه معانا للتزيين شويه كريز عشان ده موجود معانا في الموسم وكمان آه النعناع الفريش. الجديد بقى في الموضوع ده او المختلف في الموضوع ده ان الرمان. هنا احنا بنستخدم عصير رمان ممكن تستخدموا حب الرمان لكن انا بالنسبه لي حب الرمان مش محبز في المهلبيه ليه؟ لان احنا هناكل حب الرمان وبعد كده بيبقى فيها الحاجات الصغيره دي اللي اللب بتاع الرمان الصغير. احنا عايزين عصير الرمان فاستخدموا عصير الرمان. الرمان اه من من الفواكه اللي على مدار تاريخ البشريه هي مرتبطة بالناس بال... ال... 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 النبلاء وال... وال... والملوك والملكات وكل الكلام ده يعني في حتى قصة عن في قصة في تبع اسمه ايه؟ ميثولوجي قصص بتاعت ال... ال... الناس اللي من يونان من القدي... اليونانيين القدماء يعني ايام زوس وهراكل وكل الكلام الحلو ده برسيفوني كانت اسمها برسيفوني ملهاش ترجمه غير برسيفوني <applause> هي كانت مره منقطعه عن الاكل فكانت بتاكل بالعافيه سبع حبايات رمان في اليوم ودي بعد كده بقت ملكه ملكه الجحيم اظن اظن ان هي الترجمه بتاعت ملكه الجحيم بس المهم يعني ما علينا من القصه هي بقت ملكه دي إيه؟ المهم هي كانت ملكه بتاكل رمان الرمان احنا من التفاحه نفسها وشكلها مختلف عن كل الفواكه اللي احنا متعودين عليها هي ليها شكل خاص وطبع خاص وطعم مختلف تماما طيب كده هنا في طاسه نعمل ايه ناخد ال زي ما احنا متعودين ادي ايه النشا ايه وادي السكر الاتنين مع بعض جميل لف 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 المضرب سلك ويسك عشان ما يبقاش فيه ايه مش عايزه يبقى محبب ولا مش عايزه يبقى فيه كلاكيع جوه البتاع ده جميل ناخد اللبن ننزل لبن ونقلب ونقلب بسرعة 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 فانيليا بسرعة 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 بعد كده الايه عصير الرمان فيش اسهل من كده فيش اسهل من كده والريحه طبعا اللي باينه دلوقتي ريحه الرمان مش مش هينه ريحه الرمان وطعم الرمان مش من من النكهات اللي هي ممكن تتهزق او تتجنب بسهوله، لا هي بتفرض نفسها وطعم اه طعم له شخصيه كده تمام؟ بس ونقعد بقى لغايه ايه؟ نقعد نقلب, نقلب 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 لحد ما يتقل خالص جميل وياخد لنا القوام اللي احنا عايزينه جميل؟ اه. عارفين عارفين انتو روح اللوز؟ عارفين روح اللوز؟ الريحه اللي طالعه دلوقتي قريبه جدا من بيديني نفس الايحاء بتاع روح اللوز نفسه، انا بحب الروح اللوز جدا، والدتي بتكرهها كره العما، لكن <applause> الروح اللوز ده احنا طعم احنا متعودين بنشوفه لما بنيجي مثلا بناكل مثلا تيراميسو او بن لو بعمل اي حاجه بالكريس دايما بحط سنه روح اللوز معاها، جميل؟ طيب هل ده يا ممكن نستخدم اي نوع من انواع ال العصاير الفواكه غير الرمان اه ممكن ممكن تستخدموا عصير كريز ممكن تستخدموا عصير توت ممكن تستخدموا عصير جوافه براحتكم خالص مع نفسكم براحتكم يعني ايه ممكن اي حاجه ممكن كنتلوب كمان تمام او الكركديه بس الكركديه مع العلم لو انتوا هتستخدموا مثلا تعملوا عناب او تعملوا كركديه يبقى مسكر شويه عشان لو لوحده بيبقى ايه بالظبط كده نقلب قلبنا نقلب قلبنا نقلب نقلب نقلب. انتوا فاهمين طبعا القصه عامله ازاي الـ الموضوع بيطلع بنحطه في الثلاجه انا عايزكم تركزوا حاجه شايفين انا شايفين هو بي بيرقص ازاي ده اللي احنا عايزينه احنا مش عايزينه ان هو يبقى جامد قوي لا لازم يبقى ايه بيرقص شويه ما يبقاش ماسك قوي ما يبقاش حته ايه آه استيكه لا تمام لطيف طيب متبقى ايه بقى ان احنا نقعد نزينها وخلاص تمام فايه ادي كده عندنا شويه كريز فريش جميل متنسوش كل شويه بتقلبوا هي بدات تتقل معانا هتقولوا لا طب ما انا عايز انجز هقوم مزود انا شويه آه, شويه نشا ما حدش يزود نشا هي إيه دي الوصفه مظبوطه كميه الميه على كميه النشا على القوام اللي احنا عايزينه في الاخر خالص تمام صبر صبر جميل جميل بس بيوتيفول شويه ورد نعناع عشان يلالا ونقوا بقى الإيه نقوا الورد الإيه اللي شكله إيه لطيف بس كده وهنا ورد النعناع والكريز بيتاكلوا؟ أه بيتاكلوا، هيزودوا حاجة في الطعم؟ أه هيزودوا حاجة في الطعم، هيحسسونا إن في الموضوع فرش آه مهمة قوي أنا بركز جدا يعني مع شايفين القوام بقى عاملة إزاي؟ بركز جدا ان الاكل بالذات على الحلويات تبقى ما تبقاش تقيله، ما تبقاش بتلكم، ما تبقاش ان هو احنا نقول لا طب اوف لا مش قادر، مش قادر احلي، لا. التحليه هنا هيدينا هيفوقنا آه، شويه عشان كده عملوا مثلا حلويات زي الترمسو اللي فيها القهوه بتفوق. وكمان آه، وكمان ان هي بتقفل الوليمه بتقفل الـ 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 الاكل الجميل اللي احنا كلناها فلازم ما تبقاش مسكره قوي لازم يبقى فيها تركيبه آه نكهات مختلفه ويبقى طبعا شكلها لطيف جدا زي ما احنا شايفين اخر حاجه بس ايه عشان ايه محدش يقول يا وسام انت ما ورتناش القوام فاكرين قوام البشاميل اخف سنه صغيره اخف من قوام البشاميل بحاجه يعني لا تذكر شايفين المنزلة ازاي تنزل خط واحد وبعد كده تبتدي تنقط ده القوام اللي انا عايزه تمام تحط بقى في الكاسات ويتحط بقى في الثلاجه وشكرا جدا جدا كده الحلقه بتاعتنا النهارده خلصت هنشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله كيب اون كوكينج ورمضان